صباح الخير يا عمي ابراهيم. اهلين، صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح النور. رايح على المونتاج. بدي اروح معك. كيف؟ بدي اروح معك. ماشي. رح اسبك على الساحة، تلحقيني. بس لناخذ قنينة مي. ولا يهمك. المخرج مراد. ايوه. يا اهلا. اهلا. ليك انا شفت بحياتي مخرجين جحوش كثير، بس اشحش منك مخرج بعمري ما شفت. ايوه دابي. ما بعرف ليش ضربك؟ يبدو لي انه هذا شكل من اشكال النقد السينمائي ببلدنا. يا ابو الفوز، لك شو صار معك يا اخي؟ يلا مرحبا عمي ابو رامز. اهلين مراد. جاهزين خبزاتنا؟ ايه جاهزين، تفضل. سلم ديات. الله يسلمك ويحفظك. لك الله يديمك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. اهلا. كيفك خيبو نزار؟ أهلين أبو نديم. يا هلا شري. خيبو نزار بعتني لعندك الأستاذ رشيد وقال لي بسلم عليك كتير كتير وبيهديك جزيل السلام وبيقول لك إذا فيتك الدينه 500 ليرة. واحد ربك يا زلمة، أنت ما معك مبلغ؟ والله سمع إنك بعت بصل والبصل غالي بهالأيام. بعتني وقال لي بسلم عليك كتير كتير وبيهديك جزيل السلام وبيقول لك إذا فيك الدينه 500 ليرة. يا أبو نديم، يا أبو نديم، والله ما معي، ما معي، قلت لك ما معي. والله بعتني وقال لي بسلم عليك كتير كتير وبيهديك جزيل السلام وبيقول لك إذا فيتك الدينه 500 ليرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي والله ما معي. والله بعتني لعندك وقال لي. شو عمل يا أبو نديم؟ شو عمو؟ بعت بصر واشتريت بحقه مطور مي. بيسلم عليك كتير كتير وبيقول لك حتى دينه 500 ليرة. فهمت أبو نديم؟ أنا بعت بصر واشتريت بحقه مطور مي، ما معي مصاري. والله سمع إنك بعت بصر. الله يلعن أبو البصر وأبو ساعته يا زلمة، ما عم تفهمني ليه؟ الله يوفقك، لا تخليني أرجع فاضي. والله الأستاذ رشيد بيذبحني، الله يرحمه لبيا. أبو نديم سيرة والدي ما اجي بعد سنك رجاء. الله يرحمه لبيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. مراد قوم انزل على اللاصقي عند حنا خوري وكله بدينا 500 ليرة. يلا بسرعة. اسمه أخوك راي على اللاصقي، قوم يجيب سلة هالشنجليش والزيتون تيوصلن بطريقه لخيك نزار. ده يا مو ده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا سريمة. شو خلصت السعرات اللي فيه؟ لا والله الكهرباء كانت مقطوعه. امنتوا فيك يا ربي؟ ولك كم مره قلنا لكم جيبوا مولده؟ كم مره لو مولده
اللي عنا الجيران لا بتيو صوتها ولا ريحة مازوطة. أنا آسفة، شكلي اجيت بوقت غير مناسب، برجع بعدين. عادي 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 عادي، ما في شيء عادي. لك يا حبيبي يا نادي، حلولنا المشكلة الله يرضى عليك بأي شكل من الأشكال. محلولة، بتقله للمدير العام يجيب لنا مولي ديكتومة، يعني لا صوت ولا ريحة مازوط. بعدين أنت ليش هيك قالب لي خلقتك من عبكرة الصبح وصوتك مثل المولدة القديمة؟ دخلا شوف لي هالمشهد ضروري. خلينا نشوف. خلي مبدئيا شكرا يا عمو. هدي يا عمو تفضل. هاي 500 ليرة ولك روح. إلهي وفقك كيف ما درتو لوشك. يا نزار نزار هلا هي ريحة جراباتا؟ لا هي ريحة شنجليش. لك الناس لما بتجي على السينما بتحط كلونيا ما بتجيب شنجليش. اللي عمل وشي عميتنا بهالريحة. عجلوا بالغدا عجلوا. يلا يلا. اهلا وسهلا. اهلين. أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. أهدافنا وحدة حرية اشتراكية. أهدافنا وحدة حرية اشتراكية. أهدافنا وحدة حرية اشتراكية. تفضل. اجتماعنا الحزبي اليوم رح نحكي على المنطلقات النظرية لحزب البعث العربي الاشتراكي. طيب الله عيشه. خير، شو جابك بهالوقت؟ صار شي بالضيعة؟ لا، إما بعت لك غراض. هلق جاي خصوصي بهالوقت لحتى تجيب لي غراض؟ لا ما خصوصي، بخاطرة. وين رايح؟ على الضيعة. ما عاد في سيارة على الضيعة، تعنا مهونه بالأكل هوا. ومين بده ياخد العجين على الفرن إذا نمت عنده؟ ما عندك شي بنطلون أو جاكيت مليت منن تعطيني ياهم مثل هذون؟ تعنا مهونه بالأكل هوا تاع. حلوين التيابك بس تمل منه نجيب لي يعني. مراد قل لأختك تسوي شاي. ليلى قل لك بيك. سمعتوا والله ماني فهماني لشو هالاجتماعات الحزبية بتصير إلا ببيتنا. بياك يخزي العين عنه. كل حاتم طيب ما في إلا هاتوا شاي جيبوا قهوة حطوا الغداء وحضروا عشاء. والله اللي بيشوفنا بيقول إنه نحن ألفنا أهل الحزب. تحرير فلسطين من أولوياتنا رفاق، هذه قضيتنا الأولى. لك طيب الله عيشك.
خيو انا اليوم ما عم بقدر جمع، خلينا نكمل بكره. ماشي تشرب شاي؟ لا لا الله يخليك. يلا ريما خبرك نادر. الله معك بالاسف. اهلا وسهلا. تفضلي. ما تاكلي؟ مراد اهلي كثير بحبوك وانا خايفه شي حدا يشوفنا مع بعض ويخبرهم. شو رايك نغير المطعم؟ يا ريت. ولا يهمك لو سمحت الحساب اذا بتريد. طيب وهي كانت بتحبه؟ اوه كثير. شكرا. معناته كان قاسي. بالعكس كان بمنتهى الرقه واللطف. يا الله شو كان يحبها يا ريما. غريب هالزلمه، يعني ولا مره قال لها انه هو بيحبها. مرة من المرات حاصرته بهذا السؤال. ايه بتعرفي شو جاوبها؟ شو؟ قال لها القصة بكل بساطة، لما حس أو أشعر إنه بدي أقول لك هالكلمة رح أجيب وردة وأرميها على بالكوني. بالأخير رمال الوردة؟ مع الأسف لا، لأنه استشهد أثناء حصار بيروت. لساتها عم تستنى الوردة. الو مراد، اذا بتريد فيك تحاسب وتلاقيني على باب المطعم. لك شوفي شو صار لي، هلا نزل الطبق الرئيسي، تعي بناكل لقمه ونمشي. ما فيني، ما بقدر لانه في شفت عالم، يعني عالم بيعرفوا اهلي وهلا بيكونوا صاروا جنب الطاوله. الله يخليك ناطرتك برا. ايه طيب طيب. جارسون فاتورة إذا بتريد. مراد أنا كتير آسفة، بعرف إني غليظة وما خليتك تاكل ولا لقمة وضيعت لك نهارك هيك على الفاضي. زكي شو رأيك نطلع جبل قاسيون ناكل فلافل؟ أحسن شيء. ليه تيلا فلسطين
يسقط الخونة يا فلسطين، حنا معك إلى الموت يا فلسطين. راحت فلسطين، راحت فلسطين. فهمنا فهمنا، خدوه خدوه خدوه. بالشرين على أبوكم. آسفين جار. بس فهمونا شو الموضوع؟ هذا جاري ونجم من مذبحة صبرا وشاتيلا، وكل ما بيسكر تجي حالة الناس الميتة، ومثل ما لك شايف بيفيد علو. لا تأخذنا يا جار. بسيطة أستاذ بسيطة، هذا واحد سكران الله يكون بعونه، ذبحوا له كل عياله وجيرانه. بقى الله يرضى عليك، خذ لك كاسة بابونج واتكل على الله وحط راسك ونام. تصبح خير أستاذ. هلا بتتأخر على المدرسة. قايم قايم بس دقيقة مشان الله. اسمعي يا ستي، الحكي ما عظمه. تخيلي انه البلاد العربية من المحيط للخليج دولة وحدة، بربيك ما رايح الحكي؟ لكن ما رائع. ايه والله رائع. طبعا رائع. قوموا لجعش بيه مشان ربك، لو بخط حيات هيك بيته والحجين بحص. قوم لك حيوان. تفضل استاذ. انت تفضل معي. فيك تشرح لي سلوكك هاد استاذ عادل؟ بتصور سلوكك هو يلي بده شرح، ويا ريت تبطل عادة التجسس علينا. القصة وما فيها اني ترفعت على السنة الرابعة بالجامعة وحبيت طعم الطلاب حلوان النجاح، لحتى حسسهم اني طالب مثلي مثلهم، ولساتنا كلنا عم ندرس سوا. هيني ولو اقلنا هيك. والله يعني كنت انا بجيب لك البسكوت والراحة على حسابي. يلا الف مبروك. هاد بوسي، هاد هاد بوسي، ولا تشد على حالك. هات ها، ان شاء الله الف مبروك. ايه
الجلوس. انتو كتير غاليين على قلبي، بس كرامتي ما بساوم عليها ابدا. بخاطركم استاذ، اذا بتحبنا لا تتركنا، ما هيك يا شباب؟ نعم. اضطريت شكر على بكير لأن المرأة مرضاني بدي أخذها على اللاذقية. بخاطرك مراد، شو هاد؟ خبز أستاذ. الله يديمه. أنا جاهزة. أمة عربية واحدة. أهدافنا وطنية شرعية. أهدافنا وطنية شرعية. أهدافنا وطنية شرعية. أنتوا لك شنتير بالآخر، ليش ما عم تردد الشعار مع رفقاتك؟ أه؟ ما تطلع لورا، ما تجذبها. تعالي هون ولا تعالي هون ولا كر بسرعة. وقف ولا شو؟ قري، ليش ما عم ترد الشعار؟ والله يا استاذ بالعمي ما يجعني. اي سلامتك، انا بدي داوي لك يا قري ولك. ساعة كاملة بتردد الشعار هون، مفهوم؟ اهدافنا وطنية شرعية. ولك اهدافنا وطنية شرعية. قوم لك واحد حرية اشتراكية. يلا نشوف كل واحد على صفه. واحد حرية اشتراكية. 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 الله يصبحكم بالخير. الله يسعد صباحك بالرضا والخير. تفضلوا يا استاذ زي. الله يبارك فيك. تسلم. بالله عليك انتوا تفضلوا. قسما بالله عنا حليب سخن، وبنذبح ديك، وبنقلي بطاطا، وبنحط زيتون وعيطون. بالله تفضلوا. تسلم. الله يخليك. تسلم. 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 شو بعمت الله على السيران؟ والله مثل العادي. شو وينو مرا؟ والله ناي بكي منو شيء. لا والله، يعني قلنا بلكي بياخذ لنا كوز موي. اي والله. هلا فيكو. لا لا لا، مهلو طيفي. بالله تفضلوا. الله يبارك فيك. تسلم يا منيزار. يلا بخاطرك منيزار. الله يخاطرك. يلا الله. مع السلامه. بامان الله. يا ابني يا مراه، قوم يا حبيبي قوم. ني بالله تضل كل عمرك تتدرب، بدك تضل رخو وني. لا بالله ما حزرت. قوم ولا كر. قوم خذوا مية تفتك. يا جماعة، ولك هذا هو صوت الأرض؟ لا بالله، هذا صوت جهنم الحمراء. بالله بتضل فزلوك. هدوا يا جماعة هدوا، خلونا نتسمع. بتوصل المي لأسات السك وبترجع بسرعة مشان تاخذ الحجي على الفرن. يلا
يا جماعة خطرت لي فكرة عالمية استثنائية خارقة. تعالوا تقلكي. شوف يا رجل، السنة الماضية جماعة مدرسة الزهرة سحقونا سحق بهتافات يوم ذكرى وعد بالفور المشؤوم. بالله العظيم كانت أصواتهم ما تهدر هدر مثل الدبابات والعياذ بالله. أنا شخصيا اتمنيت الأرض تنشق وتبلعني من كتر ما كنت خجلان قدام المسؤولي. يا رجل أصواتنا ما كانت طالعة أبدا بتاتا. مرحبا. أهلين. أهلين. تعال هو. هيا خي شو حالك بيرمو لبوزة؟ أفي شيء أستاذ. سلم على بيك وبتقول له على ولو بتمرق على المدير عايزه. حاضر أستاذ. رملا. غفران قيع. مراه شكرا على المي. يا رجل بحسه غبي لهالوليد. بالله معك حق، أنا عندي بالرياضيات جحش وبالفيزياء على أشحى شيء. هلق الواحد لازم يحكي ضميره. لا أنا عندي بالاجتماعيات ما حاله شيء. بس بالتربية الوطنية يعني يبحسه بهيمي ومو فهمان شيء، يا أما بيضل مرعوب وخايف. طبعا بده يضل مرعوب وخايف، لكن هيك بتقتله قدام المدرسة كلياتها وبدك إياه يكون مقرعب من فزعه. بعدين عندي مادة الإنكليزي أكثر من كيس. بالله لو ما العيب ولو لوجود الأساتذة تسمعك كم كلمة عكيف كيوفك. هوي 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 ولا تحرق على اللحمة. السلام عليكم يا أساتذة. عليكم السلام. أهلا أبو نزار. أهلا. أهلا أهلا. مرحبا أستاذ. تفضلوا. قال بعت وراي. إي والله بعت وراك لأني بحاجتك. من عيني هي قبل هي. الله يبارك فيك كلك أصل. يعني أبو نزار أنت رجال هيك، اللهم صلي على النبي والله يحمي لك هالصحة. عندك صوت قالع بيهدر هدر مثل المدافع، ونحن بمناسباتنا الوطنية بنحتاج لهيك صوت. إيه ما بعرف شو بدك مني يعني. ما فهمت. هاي رح فهمك. يعني مثل بتعرف بهيك مناسبات بيكون في عالم كتير وخلق وبشر وجماهير غفيرة، فنحن بنحتاج لصوت مثل صوتك لحتى نسمعه لأبعد نقطة ممكنة. فهمت لك. والله شو لازم نساوي؟ يعني ما فكر اكتب لك كم بيت شعر وطني عكم هتاف وتحفظن على الغايب. والله انتو فصلوا نحن من البيس. طيب شو رأيك ان هلق نسوي بروفا؟ هلق ايه هلق. شو ابو نزار البكنية؟ تفضلوا. شرفه. يلا يلا. قول وراي وبصوت قوي. عاشت الأمة العربية. عاشت الأمة العربية. أقوى أقوى أبو نزار أقوى. عاشت الأمة العربية. يا عفو الله والله نمل جسمي. ما نمل جسمكن يا شباب. إيه والله شيء لا يصدق. لك شفته اقتراحي. شفته هالبوسي. انت سروي وطني يا أبو نزار. بسيطة يا زلمي. بدي شغلي تحريز. بسيطة؟ لا والله ما أنا بسيطة، وأنت أهم من منابع البترول بالعالم كله. طيب شو رأيك نخلي أبو نزار يردد لنا الشعار الصباحي كل يوم بالمدرسة؟ لا والله أنت ما ضل برأسك العقل الحمد لله. مجنون أنا؟ كل ليلة بدنا ننتعق للزلمة من البيت على المدرسة. أفي داعي يجي؟ منخليه كل يوم الصباح يصرخ من قدام بيته أمة عربية واحدة، ونحن منردد وراه بالمدرسة، ومنخلي العالم كلها تتحمس. ليش صوتك بيوصل على المدرسة؟ بس كم كيلو من بيتنا للمدرسة؟ ثلاثة. بسيطة منخليه يوصل. بس أي ساعة؟ الساعة 8. بس شو بدي قلك؟ يعني بدك تترك فاصل زمني، فترة صمت بين أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، مشان الطلاب يلحق يردد وخلف منه. صدمني ولو نعرف لهي. لك عيني ربك عيني. هاد بوسي. لك أهلا.
عربية واحدة، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. أهدافنا وحدة حرية اشتراكية. أهدافنا شفتوا اقتراحي يا أساتذي؟ هذا صوت بيا. وهلا شو راح نسوي؟ هاتي لك شي شغلة حطها على راسي. هاتي شحاري بتمرة. الله لا يردني، لكن معقول يخلي الساق يطوف وتجربه للموتور يلي دفعت دم قلبي لحتى اشتريتوه، ولك رغيف الخبز اللي ما ناكله من ورا هالموتور. هاتي 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 الشغلة حطها على راسي. هاتي يلا. خليني سايقه لمراد يروح معه. والله حرام، خليني بخاف يمرض. دير بالك. ها يعز علي أن أفارقكم، لكن الواجب في دمشق يستدعيني. إن شاء الله الروح بلا رجع. التسويق هون مبين كأنه لمراد. برافو عليك، أنا هيك عصده، لأنه الطلاب والأساتذة بهداك اليوم كتير كانوا مبسوطين. خيو خلينا نرتاح، حاجتنا اليوم. ماشي. قال سيدتي، فقالت قلها ألف مرة، وكلب الببغاء قال ألف مرة، فبكت ألف دمعة ونام ألف ساعة. وحينما استيقظ رأى عصفوره ميتا من الجوع. والمباشر سويت لك شاي سهرك للصبح. جوعان؟ لا والله، بس ميت من النعس. هيك بقى حالك شوية مي تصحى. بدك شي؟ لا يسلم تياتي. لا
لن تكون حادثة المزبة المشهورة سوى السبب الدافع المباشر للاحتلال الفرنسي للجزائر. لن تكون حادثة المزبة المشهورة سوى السبب الدافع المباشر للاحتلال الفرنسي للجزائر. لن تكون حادثة المزبة المشهورة سوى السبب الدافع للاحتلال الفرنسي للجزائر. تكون حادثة المزبة المشهورة سوى السبب الدافع للاحتلال الفرنسي للجزائر. تكون حادثة المزبة المشهورة والسبب الدافع للاحتلال. ويلا على أبوك، على أبو فرنسا، على أبو المزبي يا كلب يا أبو الكلب. مشغل علي يا وطي، الله يلعن هالتربايه. ولقوموا ولقوموا سخري، شو صاير؟ شوفي مني لخلص المي فرعة، شوفي وركب لي كتافة هالجحش. شغل علي أي ليك أنت صحي، بسرعة عزي بيها، فوتي لك بسرعة. والله يلعن أبوك، شو لك وطي؟ الله يلعن أبوك يا نجس، يا حطير، يا كلب، يا جحش، يا وطي، يا منحرق. أمة عربية واحدة، ذات رسالة واحدة، أهدافنا. بيه خلينا نروح حضر دروسه، بعد بكرة الفحوصات. بلا فحوصات بلاك الهواء، بلا الشغل. بيه الله يخليك، خليه يروح حضر دروسه. معه الليل كله؟ طب خليه يروح يرتاح شوي. إن شاء الله عمره مرتاح. شو لحالي بدي شغل بهالأرض أنا؟ اسمعوا له، إذا مرة تاني بالشخ عن السطح بدي يفسخك شقفتين، ها؟ وبدي قوسك وشخ عليك، وطلع الشغل. على فرصات قال، طلع الشغل. كان مدير المدرسة يعيشنا حالات رعب، كان قاسي وما في بلبو رحمة، كنت حسه بلاطة على روحي. لك مو هذا المخرج جارنا؟ يضربني بلا، ما بعرف، يمكن هو شكله هو مبلا. شايفك لابسه، وين رايحة؟ رايحة على الجامعة، عندي مذاكرة. إيه لا تأخر يا. لا ما بتأخر، بخلص وبرجع دغري. الله معك. خير إن شاء الله، وين متسه؟ رايح على اللاطقية، بكرة فحوصاتي. ها، وكم يوم فحوصاتك يا بعد روحي؟ 10 أيام بس. ومين بده ياخذ العجين على الفرن؟ أنا. أها، ومين بده يشتغل بالأرض؟ أنا بيي. والله ما ظابطة. كيف ما ظابطة؟ يرحمه لبيك، اتركه للصبي يروح على فحوصاته. ما قلت لك مليون مرة ما اجي بسيرة الوالد، رجاء. اسمعوا له، انقلع فحوصاتك، وقسما بالله إذا بتسقط لا تسخخ شقفتين، وقلع، وبحياتك ما بتدخل مدرسة. يلا لك اشتهي شي مرة تضميني شحارة لجنتي قدام الأولاد. لكن خلفي استحي مرحبا. أهلا ريما، شو المفاجأة الحلوة؟ جيتي والله جابة خير، خرمانين على كاسة شاي. يي مو تكرم عينكم. لا ارتاحي، أنا بساوية. لا أنا بساوية، بس بدي حدا يدلني على المطبخ. تفضل يا ستي، هاي السكر وهي الشاي، وهي هون عندك ابريق الشاي. مخرج مراد موجود؟ عفوا، مخرج مراد موجود؟ ايه موجود. خذينا لعندك. مين مراد بيناتكم؟ انا خير. تفضل معنا لو سمحت. لوين بدي تفضل؟ معلم ديار. انا معلم. تفضل ولا كثرة اسئلة. تفضل حرك شوي لو سمحت. Thank you.
أهلا بمخرجنا السينمائي الفز. معقول يا رجل تمضى كل هالسنين ولا بتجي لهم بتقول مرحبا؟ بصير والله شو اخذ راحتك بالحكي عني بالتلفزيون تمام؟ بس عفوا انا ما سميتكم بالاسم ولا حتى ذكرت المكان. مظبوط انت ما سميتنا يعني ابدا ذكاء، كل العالم عرفوا انك ما تحكي عني انا شخصيا. غريب ثم انا ما حكيت غير الحقيقه. زيادتكم كنتوا قاسين علينا. شوف يا استاذ مراد، انا لو بدي جيبك لهون جبتك من زمان، بس بحبيت اصنع منك لبطال ولا شهيد. بعدين بينزلوك خبر عاجل بشي محطه فضائيه مناويه، ما هيك؟ وانا ما عم ببحث عن هيك مجد زائف، انا بساوي سينما. في ناس بتحبها، في ناس لا. ولك لولا قسوتنا عليكم بحياتكم ما طلعتوا بسويت البشر. ولك عفوا سيادتكم بتظنوا انه انا صرت مخرج سينما بسبب قسوتكم؟ طبعا. على فكره انا كنت على وشك اترك المدرسه نهائيا بسبب سيادتكم، والوالد كثير حيكون مبسوط لاني حساعده بالارض. بس رجعت غيرت رايي، تعرفوا ليش؟ ليش؟ لأنه جانا مدير جديد بعدكم، كنا نعتبره مثل أب وصديق وما كان يضرب حدا. والله يا أستاذ مراد طلعت حقد علينا من لحقدها. بالعكس أنا ماني حاقد، سيادتكم جزء من ذاكرتي وجزء من حياتي اللي فيها الحلو وفيها المر. هلق شو مطلوب مني؟ من اليوم وطالية بتقصروا للسيدك. أحسن أنا ما قصر لك يا مفهوم يا عيني؟ الو اهلين نوال. نوال؟ شو هاي نوال؟ انا مراد. مراد ايه يعني شو قال لك الدكتور بالاخير؟ هذا يا ستي قال لي انه طلع معي زايده دوديه بالحبال الصوتيه. انا رايح على المونتاج. باي. مطول لتنام لا الصبح، بس أنا ما بقدر نام والضو شاغل. وين فيني اشتري كاسة شاي هون؟ شو بعرفنا؟ حبيب ما راح تشربنا كاسة شاي؟ اشرب شاي، اشرب. أما بعيونك شو بخي؟ إن شاء الله بترسب كل المواقف. عيدة عيدة وحياة الله إذا برسها لانكشك من تحت الأرض. ضل أضربك على بوزك سنة كاملة. أنا اسمي عمر زكريا، تعا معي لشربك شاي. يلا. والله مالي عرفان شو بدي ساوي. لا تأكل هم، البيت بيتك، رح تضل عنا لحتى تخلص الامتحانات. طالما انه اخوك ما بيقدر ينام الضو شغال. ايه بس هيك بدي ازعجك. لا لا ما بتزعجنا، نحضر دروسنا سوا مننام هون كمان. ليك هاي صوفة وهي الثانية. انت ليش كنت عم تقرا بالشارع؟ وكان عنا ضيوف وهربت من غلاظة وزعيق اولادها.
أهلا وسهلا حبيبي. أهلين خالتك، سلم دياتك. قولوا لا تخجل، البيت بيتك. تفضل مراد. يا مراد، مراد، مرحبا عمو. اهلين عمو. مو هم بيت مراد؟ مين قلو؟ اللي عمر زكريا. تعال معي مراد. عمر زكريا هون. اهلين عمو. لك الف الف مبروك. على شو؟ لك طلعت نشحان بالكفاءة. بيشرفك. ايه والله. الله. شو قلت ابني؟ ولك مراد طلع نشحان بالكفاءة. اي لك انه صحي. وانت شو طمنا؟ صبت يا مراد، رصبت، نقصني علامتين بالعربي. ولا يهمك. ولا يهمك حبيبي. كل خطوة خطيطة على رأسنا وعيننا. تسلم يا عمي. أهلا وسهلا فيك مراد، عايزك شوي. تعال ابني، تعال تعال. بدي روح على شغلي. ابني أنا استحيت هنيك قدام عمار وهو رزبا. ألف مبروك يا ابني حبيبي. انت تعرف عمر حسسني بالخجل منك، عن جد عفارهم عليك. ومن بكرة بتروح بتسجل حالك بمدارس اللاذقية. الله يلعن أبو الشغل بالأرض. ولا يهمك يا ابني. البدلة على قدك تماما، بس مو ناقصك إلا صباط أسود. لا منشتري. ها؟ انبطي. نزار. من هو؟ بيت أبي. نزار. هلأ شو بدنا نساوي؟ جوعان شيء؟ لا والله ما جوعان. لكن خلينا نقعد هون لبين نرجع للأستاذ أخوك. ما بدك. يا ابو شو رايك نروح على السينما نحضر شي فيلم لبين ما يجي خيي نزار؟ لسه ما بلشت الدراسه دغري على السينما. احسن ما نضل قاعدين هون. مراد، مراد، يا مراد. ولك طلعت نشحان؟ طلع مغلطين بجمع علامات العربي. لك ان شاء الله. الف 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 مبروك. طلعت نشحان حبيبي. عمر الف مبروك. بشرف يا فرحت لك من كل قلبي. وبهالمناسبة راح أعزمك على الكباب. على السينما كمان. وعلى السلطة كمان. يلا. إيه ملعون أبو اللي اخترع الكهرباء. ليه خيو؟ أنا رايح. بكرة الصبح بتخبرهم تكون والدة الكهرباء برا. حاجة مسخرة بقى. شبك ماما؟ ليش ما عم تروحي على جامعتك؟ ناطرة نوال. الله يوفقك. قلت عليك مرضان شي؟ ابدا. لكن ليش ما رحت على الشغل؟
ما فت. حدا شافك وانت جاي لعندي؟ فوتي. لا دخيلك انت روحي شلون؟ ايه روحي. بدك تروحي على الجامعة؟ تشربي قهوة؟ ممكن أسألك سؤال؟ أنت بتحبني ولا عم تتسلى؟ ليش جاي لعندي؟ انت بتحبيني لما جاي تتسلي؟ انا بحبك. شو رأيك كل واحد من مطرحه يقول للتاني بحبك من هلا لتغيب الشمس؟ مراد انت ما بتحبني. ريما انا ماني قديس بس بأكد لك انه ما عم بتسلى. أعترف لك أني لحد هالعمر وأنا مصدوم من قصة حبي الأول. لحد هلأ ما لقيت مين عوضني هاد الحب. أنا واثق أني حبك الأول وبتمنى من كل روحي يكون حبك الأخير. بس تركيني أعبر عن نفسي بالطريقة اللي أنا بحس فيها. ريما الحب مو بس بالحكي يا ستي. بوعدك ما عمل شي بحياتي ضد رغبتك. أنا أسفة أسفة إني ضربتك. تشربي قهوة؟ أنا بسوية. رح أشربك أول فنجان قهوة بهالبيت من تحدياتي. عادي لك عادي. شو مراد بدك تجي ولا لا؟ لا لا الله يخليك. اليوم حاس حالي تعبان وبدي ارتاح. طيب شو رأيك تكمل الفيلم هلأ فيديو وإذا لك ملاحظات بتسجلهم ونتناقش فيهم بكرة؟ ماشي يلا مع السلامة. مع السلامة. أنا عطلتك عن شغلك ما؟ أبدا يا ستي. رحت بسيطة رح أثبت لك إني ما عم بتسلى مع أنه كان كتير جاي على بقى. شو كان؟ حاسس بالأمان بقصد مرتاحة؟ شوي مكسير. خايفة بتطلع من عندك. بسيطة ما تفكري بعدين منحلها. يا هلا بيي. يا هلا. شو؟ ولحقت تلبس فتوة؟ صار مفكر مثلك يقعد بكل صف سنتين. أخوك جايزكم معك.
شو؟ بي مثل ما انك شايف يعني الغرفة ضيقة وأبتسع أنا. بالله عليك ابني العش قد الكبشة ساعة خمس عصافير وأمي وأبوي بغى الله يخليك دير لي بالك على أخو ماشي؟ أنا طالع الضياء الله معك يلا فاضلك يعني ضروري كان تنجح ضروري فوت أهدافنا شفتي شو صاير لك؟ بيي ليش ما تبعت؟ ما في شيء ما رد الشعر شو قلتي؟ ما قلت شيء بيي قلت شيء كترانين الرفاق اليوم أهلا الرفاق جايكي معه اجتماع اليوم كتير مهم بدنا نختم المنطلقات النظرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ولذلك بتسلقوا بطاطا وبتاكلوا بطاطا وبتسووا مفركة بطاطا وبتسووا لها هي شو اسمها هي تبع يقنة البصل بتطبخوا برغل كمان وعلى على السريع شاي بسرعة على السريع لعب بسرعة بتضربي في البوت تجرعيك طب مرة قبلت وقت احكي هيك والقرآن تسويني شاي مثل القطرة بلا سكر بيكي بتصد نفسي وبطل ياكله خلصينا فوتي تاني اشتغل امرنا لله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا رفاق اجتماع امه عربيه واحده ذات رساله خالده الشنطة هي نزلت من السماء والله نزلت من السماء ايه لقيتها بالشارع واخذتها شفنا نتغدى انا تغديت ايه بس انا ما تغديت شو عملت حبيبي يعني لتكون مفكرني اني رح قوم اطبخ لك هون كل واحد بيعتمد على حاله مفهوم موسيقي ويخلونا نفوت خلينا نجرب خير تسمحوا لنا نفوت انتوا اعضاء بالنادي بدنا ننتسب تفضل بتخلص مني
وذنبي ايه بتعذب فيا. حل عنا يا عندي عملية. مين هذا؟ آه عمر زكريا صديق الطفولة. ليك في شغلة محيرتني، كل ما بمر من هون في حدا بزت علي شي شغلة، ما عم بعرف مين. مو أحسن ما يرمى لك زبالة؟ هي طبعاً أحسن. اسمع وقف هون وشوف لي مين عم يمر. ما شفت مين؟ لا والله ماشي بحية. هذا اسمه؟ لا والله عمش. مين هو؟ كل شيء وحدة حابتك وجاي عبالة تعذبها. يا أخي شو عملت لها لحتى تعذبني؟ كلها متشوقك هيك رأيك؟ تعرفي أنت أول حب بحياتي كلها. صحيح. لك شو مو صحيح؟ أخي مشغول. شو في؟ خلينا نروح. عمر شو؟ شو في هون؟ أكيد شي حفلة أو مسرحية. خلونا نفوت ولا يهمك، هلا رح فوت. بشرف. اهلا وسهلا، شرفت. كيف ابوك؟ بيي الحمد لله. امان استلم لي عليه. ميت اهلا وسهلا، شرفت. تفضل تفضل تفضل. اهلا وسهلا. طيرت النوم من عيوني، فوت اندفس. والله حيرتني، ما عاد اعرف ايمت فيني فوت وامتى اطلع وامتى نوم. ضب لسانك ولا؟ اصلا وجودك هون كله غلط، فوت. شو عم تساوي؟ عم قل لك شو عم تساوي؟ رايح نام بالشارع. انضبوا بلاك الهواء. نزاحي غلط، وجودي هون غلط، والله ما عاد خليك تشوف وشي هالغرفة. عم قل لك لا تعيط، لعم بعيونك. ليش بتكرهني؟ ليش؟ لك انا اخوك اخوك. كنت احسن ما كسرت رجليك. تعال هون تعال هون، فوت فوت.
دفس دفس. شبك الله يسامحك. اليوم رايح هاي الغرفة لك لوحدك. يعني ما بدك تسألني لوين رايح وشو الموضوع؟ أنا توظفت بسد الفرات ورايح أشتغل هنيك. الله يوفقك. دير بالك حالك ولا؟ نزار تعالوا لكر اسمعوا لا جربوا وحياة القرآن. إذا بشوفك مرة تانية على السطح عظامك كسرة فهمان؟ صار لازم روح. تعرفي مشتهينا بحضنك ألف ساعة. لما بتفيق بكون العصفور ما تبنشو. انت عارفيها؟ وين مرادك؟ لا تنسى تحط حجر فوق الورق لما بدك تكتب هالسطح. تحبني؟ وعليك
أكيد رح يضربوني. بيضربوكي؟ كان وين مفكر حالك عاير بسويسرا؟ طيب شو رأيك تعملي حالك وتروحي على البيت هلا، وبكرة الصبح بترجعي لعندي؟ ما بحب حدا يضربك. انت مو مرة قلت لي انه المونتاج بيختصر الزمن؟ لكن خلينا نعتبر انه رحت على البيت اكلت قتلة ورجعت تاني. برافو عليك. بس شكلك ما تغير في شيء. يعني شو لازم يتغير؟ يعني لازم تبين عليكي اثار الضرب، مزاجك معكر، منكوشه، مكركبه، هيك شيء. يعني بدون اثار ضرب مو ظابطه. مو ظابطه اذا على اساس يوم تاني. شو بك ريما؟ ليش أخي مسمح له يروح ويجي إمتى ما بده وما حدا بيحكي معه شيء؟ أنا إذا تأخرت بعجقة تصير خمس دقايق يضربوني وبهينوني. ليش؟ لأنه قبل شوي كنتي عم تقلي لي إنه نحن منا عايشين بسويسرا. برافو عليك، هلأ صار يوم تاني. تحبني هيك؟ بترجاك ما تفوزني من تمي. ما بعرف شو بصير لي. بحس حالي بلا تياب. إذا بتريد تفهمني. خليني قوي، ما تخليني أضعف. ماني رايحة. شوفي ريما، ألو مراد، تعا يا مراد تعا، بيك غايب عن الوعي تعا. شوفي أبي غايب عن الوعي ولازم سافر على العادية فورا. خليني ندق لك تيا. الأيام جاية يا ريما. ليك عمر، أبي غايب عن الوعي، اتصرف لبي ما يجي على الناديه. ولا يهمها مباشره.
زين؟ أنا من طرف أخوك نزار. مرحبا. أهلا. طار. من أخوك. رسالة كمان. تفضل. خي الغالي مراد، بعترف لك اني قسيت عليك كتير واني كنت اناني بالعلاقة معك. بترجاك تعتبر هديتي هاي واللي طالما حلمت فيها اعتذار مني لإلك. انت بتستحقها وبتستحق كل الحب. سامحني ولا اخوك نزار. خليني اقدم امتحانات البكالوريا، بكره رح تبلش. سوي حالك مريضه، رفضي لبين ما اقدم اخر فحص. ما في ارفض، ما في والله بيذبحوني. خايف ما يكون نايمين؟ دول مثل القرود ما بيناموا. مين؟ انا عمو. اي جاي جاي. خير. اولا مساء الخير. مساء النور. ثانيه انا اسمي عمر زكريا وهذا صديق كمان. اي بعرفه جارنا هذا. شو بدكم؟ والله بالحقيقه نحن جايين نطلب ايد بنتكم لمره. ما سمعت، ارجعي. نطلب ايد بنتكم لمره. بنتنا لمره. دورا مدو كمان دورا. اولا يا عمو بنتنا مخطوبه، ثانية تضرب منك إلو. والله ما عم جمع. اسمع يا ابني، مهما كانت الأسباب ما لازم تروح سنة من عمرك. يلا يلا رجع لمحلك وركز بهدوء وجاوب على أسئلتك. يلا حبيبي يلا خليك قوي. الله يلعن أبو نعمه.
يا ابني الزواج اسمه ونصيب، والبنت بتخلق مشان تتزوج وتنستير. الله يشهد علي وما جيت وطلبتها مني كبرت كتير كتير، كبرت بعيني بس ما في نصيب. لذلك بدي اياك تجيب هالعود وتجي معي، بدي اياك تعتبرها من اللحظة هاي مثل اختك. ناطرك. ها شو الموضوع؟ لا خيي مراد. هلا خيتي. هلا. هلا دكتور. هلا مراد. شو القصة؟ شو فيها أمي؟ كيف بيي؟ هلا يا روحي. حبيبي. مراد. هلا بيي. كيفك يا حبيبي؟ سلامتك. قعد بيي قعد. قعد. تفضل بيي. الله يمسيكم بالخير. الله يسعد مساك. يسعد. حمد. أهلا وسهلا يا ابني. شو أهلا وسهلا؟ كن جننوني انتو. اطول بالك ولو ابوك طلع معها ابوت سكة. والله لولا الدكتور عمر لكنت ميت هلا. بعيد الشر عنا، هذا واجبنا عمي. معقول يا بيي؟ معقول معك سكر وبتخبرني؟ ولك ابني اذا انا نفسي ما بعرف انه معي سكر، كيف بدي اخبرك؟ بعدين افترض اني خبرتك، يعني شو راح اسوي؟ راح اشيلوا السكر من دمي. بسيطة يا جماعة، قلت ليش ما بترد على الموبايل؟ عمل موبايل. بتكون ضيعه؟ لا لا، يمكن نسيته بالتاكسي أو بالبيت. اتصلي بالله، اتصلي. عمران، لو ضايع واحد سارقه بطفي فورا، على الأغلب نسيانه بالبيت. الحمد لله الحمد لله. يا منيزة. وعينا ليلى. نعم بي. حطوا عشاء. شو أخبار الحب؟ تمام. يعني نويت؟ اي والله نويت. أخيرا شفت البنت اللي بتناسب روحي، بحبها بحبها يا عمر، بحبها واشتقت لها. بس ارجع على الشام بدي أخطبها. ما رح تعزمني على خطبتك؟ انتي اول المعزومه. انا بعرفها للبنت، بس والله بحب كل يلي بتحبيه. لك الله يديمك فوق راسنا. ليكني فوق راسكي، رح ضل هيك لحتى الله ياخد امانتي. <تص->
شو حالك حبيبي؟ شو حالك؟ لك راح خطير وما حدا حبني. لك هو مشاطين إلا بالأكل. لك قديش بيك مطعم هلا العالم من لما مري ما شفنا وش واحد فيه. بالله أنت أحلى الصبع يا عم. وين كنتي؟ كنا نعزين بالميكرو. ايه عم وقفتنا دورية امن جنائي، طلعوا الشباب يعني على الميكرو وما خلوا حدا ينزل من الهاد، قال لانه بدهم يحققوا معنا. اخذونا كلنا مع موبايلاتنا واخذوا منا، ما خلوا حدا. وليش يحققوا معكم؟ بدهم يشوفوا بلكي حدا منا له علاقة مش بهاد، وفي واحد لانه كان معه حشيش او مخدرات ما بعرف هيك. وليه؟ وين كنت وليه؟ بالميكرو. وين كنت بدي اخنقك واذبحك واشرب بنتظرك وقت على هونيك؟ كنا نعزم. تعالوا هون. وليه؟ وين كنت وليه؟ قولي وين كنت ميلو؟ اعطيني. اعطيني وين كنت؟ اعطيني اياها من ايدك. عريس وين كنت؟ وين كنت؟ قومي وليه؟ قومي وليه؟ قومي لشوف. قومي لشوف. قومي لشوف. بعد هيك انت ربحك واخلص منك انا. مساء الخير دكتور. اهلا خيي نزار، انا بعرفك عن طريق مراد من ايام الثانويه. ساتك وسد الفراق. شو والله بتعرف عني كل شيء. طمنا هلا، كيف الوالد؟ ماشي الحال بخير. نايم طبعا. اذن كين. اذنك معك. كيفك خيتي؟ اهلين خيي. والله شكلنا مالنا مطرح ننام. نزولك انا بقترح بننزل على اللاذية بنسهر وبتنام عندي. قل له لاخوك يجيب ابوك بكره الصبح على المشفى لعمل له التحاليل. حابب تاكو؟ والله ما لي نفس. إذا تعبان خلينا نروح لنا. مستعد أسهر العمر كله. أنت مالك هون يا أبو ناي؟ كلك بالشاه. شو رأيك نتمشى؟ أي منتمشى؟
مراد، هذا المكان ما بيذكرك بشي؟ هذا المكان قلب لي حياتي وحطني على السكة اللي أنا فيها. يا ترى وين الناس اللي كانت تغني وتعزف فيه؟ بتعرف لك عمار، هذا المكان الوحيد اللي كنت أشعر فيه بالسعادة. تتذكر آخر غنية غنيتها فيه؟ ماذا أقول لأدمع سفحتها أشواقي إليك؟ ماذا أقول لأدمع سفحتها أشواقي إليك؟ تررن تررن. ماذا أقول لأدمع مزقتها خوفا عليك؟ الو، ايوه، عفوا، هذا مو رقم مراد؟ بلا، فيني احكي معه؟ مين حضرتك؟ انا هدى. الو مدام، شو تريدي؟ ما بدي شي منه ابدا، بس كان بدي سلم عليه. انتي متعوده تتصلي فيه بهيك اوقات؟ بعدين كيف هو زوجك المصارع؟ مبين انه بتعرفي كثير شغلات عني، بس انا ما بعرف حتى اسمك. مو مهم، المهم انت شو بدك؟ من يوم ما اختفى مراد من حياتي وانا عم دور عليه لحتى اعتذر منه على الاساءه اللي سبب له اياها البابا ويوم خطبتي. ما قدرت لاقي حتى الصدفة جمعتني ورفيقه الدكتور عمر زكريا، هو اللي حن علي وعطاني رقم. مدام هدى عم بسمعك، ما بخبي عليك اشتقت له، ما حبيت حدا غيره بحياتي. تليفوني هاد بس مشان ودعه، فيني احكي معه؟ بأكد لك انه هو معنا موجود. بس حضرتك لوين مسافرة؟ مو موجود، هو عندكم باللاذقية. باللاذقية؟ أنا متأكدة هلأ إنه هو بيكون مع الدكتور عمر، بس إلي عندك طلب. تفضلي. بترجاكي إذا شفتي أو حكيتي معه لا تخبري بالتليفون اللي صار بيناتنا. وعلى كل، أنا اسمي ريما. سرك محفوظ يا ريما، يعني معقول تكون راحت على الجامعة؟ فات ما لقيتها، أكيد راحت على الجامعة. اتصلي فيها. اتصلت، قافلة موبايلها. ليش عندي إحساس إنه هالبنت هربانة؟ شو طمني؟ والله يا صديقي تحاليل الوالد ما منيحة. شو يعني؟ لازم له حمية شديدة،
ولازم التزم فيها. بسيطة، هلا رح اكتب لها شوية أدوية كمان. عن إذنك تكي، ما رح أتأخر. أهلين ست هدى. أهلين. شو؟ كيف صحتك اليوم؟ أكيد أسوأ من امبارح. خبرته لمراد بمرضي. بصراحة ما قدرت. وينه هلق؟ عند أبوه بالضياع. أهلين أستاذ مراد، تفضل. والله ميت من نعسي، غير مرة إن شاء الله. الله يعطيك العافية. جار، يبدو نسيان مفتاح جوا، مضطر اخلع القفل. بلتاع عندك شاكوش ومفك براغي؟ يلا انا جاي لعندك. حمزة على السلامة جار. الله يسلمك. تفضل. بيطلع بيدك؟ هنجرب. يلا شوف. تفضل. لا تفضل انت. شكرا. انت جاي من السفر ولازم تنام وترتاح. تفضل. كتر خير. ولو خير الله، ما في شيء من واجبك. اهلا وسهلا.
من زمان انت هون؟ من يوم ما رحت اهلي ضربوني ما عاد قدرت اتحمل قدامنا حل واحد يا ريما حل من أسخف ما يكون شو هو؟ نهرب بس مو لازم نكون كاتبين كتابنا مراد شوفي ليك عمر أنا واحد حيوان ما بفهم بروتين القضاء بدك تساعدني خلي حدا من أصدقائك معارفك بالقصر العدلي يجهزولنا عقد زواج بأي طريقة لك تضرب بهذا الشكل فكرت صار شيء لأبوك يا رجل هات اسمه الثلاثي هات لشوف ريما مروان هاشم شو اسم الأم شو اسمها أمي نبيلة نبيلة لسه ما كتبنا كتابنا عم نكتبه عم نكتبه نادر شفت البرندة اللي تحت بيتي؟ ايه عرفتها نسيك حط هاي الرسالة بقلب ظرف وبس خبرك بترميها اوعك حدا يشوفك نسيك شوفي مراد والله ما ورطني رحبي انا بورطة بورطة يا نادر وبعدين بحكي لك خاطر رؤي مسترخي صرتي بأمان خايف عليك من أبي أبي واحد عنيد وقاسي وما في بقلبه رحمة طول ما أنا وأنتي مع بعض لا تخافي أعرف أنك كنت ستقتلها إن هي عادت إلى البيت فاعتبر أنك قتلتها مع أنها لم تلوث شرفك هي طاهرة بقدر قسوتك ريما زوجتي حسب كل الأعراف والقوانين مراد عليك يا واطي يا كلب يا ندل غدرتنا ما شوفي ندل مشو لكلبي بنتك لوثت شرفنا وهربت مع هذا الكلب مراد والله للعن أبوه أبو اللي خلفوه والله للعن أبوه أبو اللي خلفوه أهلا وسهلا حلت البركة الله يخليك هالبيت بنتك يا بنتي يا منيزة وعينة وليلى نعم بي حبيبي حطوا زيتون كلوا بطاطا وبيض واذبحوا ديوق لكنتنا الحلوة تتهنى يا ابني
كل خطوة خطيطية على عيننا وراسنا. أهلا وسهلا فيك. كأنه الدكتور عماه هو بذاته. شو طمي؟ شو طمي؟ لكني يا رجل. وين بدي تركا؟ طمي. هلا عني حل. وين بدي حل؟ شو صار معك؟ مبروك يا شباب. ما هي عقد الزواج. الله يبارك فيك. مبروك مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا بي. مبروك حبيبتي. الله يبارك فيك. تتهنى يا ابني. مبروك يا حبيبتي. تتهني ان شاء الله. الف مبروك. بارك بعمرك. عربية